مجلس النور السورية أن قضية معتقلي التنظيم الإرهابي داعش كانت الأكثر جدلا في السنوات المنصرمة عقب دحر التنظيم في قرية الباغوس شرق دير الزور آخر معاقين، حيث ألقي على عاتق قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حماية سجون تعج الإرهابيين المدربين، وكل إرهابي منهم يعد قنبلة موقوتة قابلة للانفجار حين تسنح له الفرصة، وهذا ما حصل في أحداث سجن غويران في الحسكة مؤخرا. فكما كان متوقعا انفجرت القنبلة الموقوتة في شمال وشرق سوريا، حيث لم يكن أحد من السوريين يستبعد حصول ذلك، خاصة مع خضوع ما بين 10 إلى 12 ألف عنصرا إرهابيا من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش داخل سجون ومعتقلات عدة في منطقة شمال وشرق سوريا منذ 3 سنوات عقب سقوطهم في آذار مارس 2019 واستقرار عائلاتهم، والتي يفوق عددهم 70 ألف شخصا من نساء وأطفال في مخيمات أكبرها مخيم الهور. ولم تلقى النداءات التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني أي استجابة في المحاكم والأوساط الدولية، والتي طالبت بمحاكمة هذا العدد الكبير من أفراد التنظيم، لا سيما بوجود 2000 مقاتل أجنبي مع عائلاتهم وأطفالهم في المنطقة. إن الأحداث الأخيرة عرضت الكثير من الهجوم وكشفت العديد من الأقنعة من خلال التصريحات التي أطلقت هنا وهناك، وكأن الجميع غير معني بهذه المسألة الخطيرة، مع العلم أن ما يحصل هو زلزال سيكون له امتدادات خطيرة على المنطقة بأكملها ولن يسلم منها أحد. وإننا باسم مجلس النور السورية نؤكد على خطورة التنظيم الإرهابي داعش وعناصره، وبالخاصة أن المرأة قد عانت من كافة أنواع الانتهاكات والجرائم بحقها. لينا بركات المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية، طبعا نحن اليوم باسم مجلس المرأة السورية ونساء سوريا قمنا بتوجيه نداء إلى الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الإنساني وأيضا المجتمع الدولي من أجل التحرك لما بسبب الأحداث الأخيرة التي حصلت في سجن غويران الذي يضم آلافا من العناصر التنظيم الإرهابي داعش، كون هذا الموضوع هو خطر يهدد العالم بأسره وليس فقط المنطقة، وهناك تقاعس في مسؤولياتهم حيث منذ 3 سنوات يتم توجيه العديد من النداءات إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات، مجلس الأمن وأيضا المجتمع الدولي يقف متفرجا على هذه الكارثة التي حلت بمناطق شمال وشرق سوريا، واليوم فقط قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية تتحمل هذه المسؤولية. طبعا نحن وجهنا رسالة نطالب فيها بالقيام بالواجب الأخلاقي والإنساني تجاه هذه المنطقة وإنشاء محاكم دولية لمحاسبة هؤلاء الإرهابيين، وأيضا مطالبة الدول التي لها عناصر منتسبة إلى هذا التنظيم أن تقوم بأخذ مواطنيها ومحاسبتها على أراضيهم، وإيجاد حل أيضا للقاطنين في مخيم الهول من نساء وأطفال الدواعش والذي بلغ عددهم حوالي 70 ألفا، وأيضا أن يكون هناك تفعيل لمسار الحل الأزمة في سوريا، إذ طالما لا يوجد هناك حل سياسي لهذه الأزمة سوف يطول عمر الكوارث أكثر، وخاصة ما حصل اليوم كان متوقعا نتيجة تقاعس هذه المنظمات والمجتمع الدولي عن القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني ليس فقط تجاه الشعب السوري بل تجاه شعوب المنطقة أيضا والعالم بأسره.